أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيئات قسم حقوق الإنسان: قوات الحكومية اعتقلت أكثر من 800 مواطن خلال شهر تشرين الأول. ونطالع في الزمان: مناطق في بغداد تغرق نتيجة سوء الخدمات البلدية وانسداد فوهات الصرف. ونتصفح في المدى: ترجيحات بإعادة موازنة 2019 إلى حكومة بإجراء تعديلات جذرية. جاء في الشرق الأوسط: الجيش اليمني يضيق الخناق على الحوثيين في الحديدة. ونطالع في الخليج الإماراتية: السلطة الفلسطينية تحذر من مذابح وإبادة. ضوء أخضر إسرائيلي لإعدام الأسرى. ونقرأ في العربي الجديد: عقوبات إيران تشمل 700 هدف وواشنطن تتعهد بالمزيد. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العربي اللندنية: رسائل إيرانية متناقضة تكشف انعدام الخيارات وتعزز العقوبات الأمريكية. أهلا بكم. لم تعد للشعب العراقي حاجة لانتظار 4 سنوات أخرى لكشف الحكومة الجديدة وأدائها، بل هي من كشفت عن نفسها بنفسها مبكرا، سواء باللجوء إلى المحاصصات الطائفية التي تم ترويج نبذها لبناء العراق، أم بعملية إنشاء الموقع الإلكتروني بآلاف الدولارات. لم يحصل كما تعلمون أي متقدم على أي منصب وزاري في هذه الحكومة، حيث تم استيزار غالبية الوزراء من أحزاب العملية السياسية الفاسدة نفسها. ولا أسمى الرأي تتساءل في صحيفة العرب الجديد: هل ستتمكن حكومة عبد المهدي من إرجاع الحياة الطبيعية التي يطالب بها العراقيون، أم أن حياتهم ستبقى متوقفة ومعلقة حتى إشعار آخر وحتى إشعار الاحتلالين الأمريكي والإيراني؟ بغض النظر عن التقليد الذي استنسخ من الديمقراطيات الغربية، وهو إعطاء الحكومة مهلة 180 يوما قبل أن تخضع لتقييم شامل، قد بدأ مسار الحكومة الجديدة بخلافات وتهديد تقليدي تم ممارسته في الحكومات السابقة، بإخراج ملفات لفضائح فساد مالية وإدارية حول بعض الشخصيات المرشحة للوزارات، خصوصا بين الكتل الشيعية التي تريد كل منها فرض وزرائها والحصول على الحقائب السيادية التي تضمن لها هيمنة على السلطة. كيف يريد رئيس الوزراء تنفيذ برنامجه لبناء دولة سيادة القانون عابرة للطوائف، في حين تقوم أحزاب الميليشيات منذ البداية بتهديد تشكيل الحكومة وتخريبها في حال عدم حصولها على ما تريد من وزارات؟ لا تعيد هذه الخلافات والمناوشات فقط مجدداً إنتاج حكومة محاصصة طائفية، بل هي تذهب إلى أبعد في المحاصصة الطائفية لمفاصل أخرى من الدولة. لم يخفق عبد المهدي فقط بتشكيل حكومة من المستقلين كما وعد، بل إنه أخفق حتى في وضع وزرائه في المكان المناسب لتخصصاتهم. وهذا ليس دليلا فقط على الإخفاق المهني لرئيس الوزراء الجديد، بل على إمكانية الاعتماد على حكومته بتنفيذ البرنامج المطروح. الكاتبة ترى أن بداية هذه الحكومة بشرى غير سارة للشعب العراقي برمته المظلوم الذي يرزح تحت حكومات أحرقت الأخضر واليابس منذ 15 عاما. فهذه الحكومات ليست أكثر من دمى وبيادق وضعت ستارا يخفي تنفيذ خطط الاحتلال الأمريكي والإيراني الصهيوني لتدمير أهم بلد في المشرق العربي وتفتيته وتهجير شعبه. ومن هذه الحكومات حكومة عبد المهدي الجديدة، وهي قديمة لا تختلف إطلاقا عن سابقاتها كما اتضحت مع بدايتها. المفارقة أن الرموز الوطنية التي يطالبنا باحترامهم قانون هيئة الإعلام والاتصالات الجديد هو أول
هم أول من طعنوا بالوطنية وأول من وجهوا ضرباتهم ضد الهوية العراقية الجامعة طوال السنين الأخيرة الماضية. سليم سوزا يقول في صحيفة المدى إن هؤلاء الذين تعدهم هيئة الإعلام رموزا وطنية خلقوا أو خلقوا بالأحرى سرديتهم الطائفية التي أرادوها بديلا لهوية عمرها 6000 سنة، ثم يطالبون العراقيين اليوم بعدم الاستهزاء والتجاوز على ذواتهم بوصفهم رموزا وطنية. ما يمكن أن يكون رمزا وطنيا جامعا هو ذلك التاريخ السحيق من الحضارات التي احتضنتها أرض العراق، تاريخ تباع أنتيكاته في مزادات العالم الغربي دون أن يحرك هذا الأمر غيرة الرموز الوطنية التي يبدو أنها قطعت صلتها بتاريخ بلدها وتراثه تماما. الجدارية الآشورية التي بيعت في معرض كريستيز قبل أيام في نيويورك مثال على ذلك. لم يشمل حقد شلة الرموز الوطنية حاضر ومستقبل العراق فقط، وإنما تعداهما إلى التاريخ الذي يمثل بقاياه كابوسا يهدد مشاريع التطييف القائمة منذ سنوات. وما عدا المنازلة ضد هذه الرموز ليست سهلة، لكن الفرصة ما زالت قائمة للنخب المثقفة أن تصنع سردياتها الثقافية المقاومة من خلال إعادة توجيه المجتمع العراقي نحو تراثه الضائع في معارض العالم ومتاحفه. هناك الآلاف من القطع الأثرية النفيسة التي تستحق أن تكون رموزا وطنية سرقها عرابو التهريب قبل وبعد 2003، ولم تجد صوتا حكوميا يدافع عنها لاستردادها أو على الأقل حفظها أو تأجيرها للمتاحف العالمية المحترمة. بقيت الرؤية الجاهلة تتسيد الموقف العراقي الرسمي باعتبار أن تلك الآثار في نظر الرموز الوطنية أحجار وأوثان لا تستحق كل هذه الضجة. الكاتب يشير إلى أن هناك الكثير من المثقفين والناشطين والساعين للدفاع عن آثار بلدهم في المحافل الدولية محبطون اليوم من ردة فعل الرموز الوطنية تجاه تاريخ بلدهم الوطني، كما أنهم صدموا صدمة بقانون مراهق يحمي تلك الرموز من نقد العراقيين لهم بدلا من حماية فكرة الوطنية ذاتها. فكيف يكونون رموزا وطنية وهم لا يحترمون فكرة الوطن ولا آثاره أو تاريخه الطاغي على كل التواريخ الأخرى في معارض العالم الحديث؟ سؤال وجيه، مفارقة لن تجدها للأسف إلا في العراق الجديد. قرار واشنطن بسماح العراق باستيراد بعض مواد الطاقة والسلع الأخرى من إيران واستثناء من العقوبات الجديدة المفروضة على طهران لعبه الرئيس دونالد ترامب بمزاج وذكاء العقول السياسية والاستخبارية التي تشتغل وتعمل معه في البيت الأبيض. دكتور ماجد السامرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن القرار الأمريكي لم يستثني العراق من العقوبات على إيران مثلما تم تسويقه في الخبر، وإنما أجاز لبغداد الاستيراد المحدود للطاقة وبعض السلع الضرورية وبالعملة العراقية وليس بعملة الدولار. لا تتوقع طهران من الحكام في بغداد رفض العقوبات فحسب، وإنما توفير الوسائل والسبل السرية لاستمرار تدفق الأموال من العراق إليها. ومما يشجعهم على ذلك ما حققه الجنرال قاسم سليماني من نتائج مبهرة في الانتخابات الأخيرة لتصبح الولاية الخامنئية أكثر فعالية، حيث أصبح قادة الميليشيات أكثر تحكما في الوضع السياسي ولهم نفوذ تعيين وزراء في الحكومة الجديدة. ولهذا لم نفاجأ بتصريح رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي بعد يوم واحد من تنصيبه خلال اتصال هاتفي له مع نظيره الإيراني بأنه ضد فرض العقوبات على طهران وسيعمل على إفشالها. هؤلاء السياسيون الجدد عليهم عدم الاندفاع كثيرا، فالحصول على المواقع يتطلب جهودا مضافة للحفاظ عليها، وهناك شعب اسمه شعب العراق مهما يقال عنه في صبره الذي فاق الحدود لكن مفاجآته لا يستهان بها. لا شك أن لطهران قدرات غير هينة للإفلات من العقوبات الجديدة، وخاصة في العراق حيث بنت خلال سنوات 15 ماضية مرتكزات تجارية توفر لها إيرادات بمليارات الدولارات من خارج الميزان التجاري المقدر ب 15 مليار دولار. وبعيدا عن التضخيم الإعلامي،
من قبل ترامب والعنجهية الإيرانية المقابلة، فإن الكاتب يرى أن ما يحصل الآن هو عملية تقليم أظافر ناعمة لإيران لكي تعود إلى التفاوض، وهو ليس حصارا مثل ما عاشه العراق 12 عاما تمهيدا لغزوه عسكريا. وبغض النظر عن حالة الولاء إلى أعمال وكلاء إيران في العراق، فإن السؤال هو أليست هذه فرصة لكم لتنقلوا ولاءكم لوطنكم وتنعموا من خيرات بلدكم ولا تكونوا أدوات بيد الغرباء؟ منذ يوم أمس بدأ الحبل يضيق الخناق على إيران مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية. لن تستطيع طهران الإفلات من نتائج وتداعيات العقوبات مهما كابرت وادعت أن بإمكانها الصمود أو والمقاومة. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها أنه يمكن للمسؤولين الإيرانيين أن يقولوا ما شاءوا للتهوين من نتائج العقوبات، فالحقيقة التي يجمع عليها كل الخبراء الاقتصاديين تؤكد أن الاقتصاد الإيراني لن يصمد طويلا، ما يعني أن تشهد إيران ارتدادات وهزات اجتماعية عنيفة لن تكون في مصلحة النظام الإيراني مهما تظاهر بالقوة واستند إليها في لجم غضب الشارع. تقول المعطيات إن العقوبات تشمل أكثر من 700 شخص ومنظمة وشركة وسفينة ووكالة الطاقة الذرية الإيرانية، ومعها كل ما له علاقة بالنفط وإنتاجه وتصديره، إضافة إلى المصارف والتحويلات المالية، ما سيؤدي إلى عزلة مالية خانقة وركود اقتصادي يؤثر بكل مفاصل الحياة في إيران. وفي مثل هكذا وضع، فإن قول الرئيس الإيراني روحاني بأن إيران ستحرق العقوبات وقول وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن العقوبات ستنقلب على واشنطن هو قول يجافي الحقيقة ويندرج في إطار الهرب إلى الوراء للإيحاء للشعب الإيراني بأن كل شيء على ما يرام. لكن هذا الكلام لن يجد مكانا لصرفه عندما يبدأ أنين الشعب الإيراني ويتحول غضبه إلى ثورة. العقوبات لم تكن ضرورية لو لم يطفح الكيل إزاء ممارسات النظام الإيراني الداخلية والإقليمية والخارجية، معتمداً سياسة عدائية مكشوفة من خلال التدخل المباشر في شؤون الدول المجاورة، مهدداً أمنها واستقرارها وسيادتها، ومطلقاً العنان لحملة تسلح غير مسبوقة هدفها فرض سياسات واستراتيجيات للهيمنة والسيطرة مع استنفار مذهبي مقيت يصب في هدف تفتيت المنطقة من خلال إثارة الفتن والصراعات الداخلية. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن قادة إيران لن ينفعهم التهوين من آثار العقوبات الأمريكية الجديدة أو التقليل من شأنها للجم غضب الشعب الإيراني، ولا مفر من تحمل تبعات سوء الأعمال التي أدت إلى هذه العقوبات. مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، استكمل الرئيس دونالد ترامب عملية تمزيق الاتفاق في شأن ملفها النووي، وهو الملف الذي أمكن التوصل إليه صيف العام 2015 في عهد باراك أوباما. خير الله خير الله، يرى في صحيفة المستقبل اللبنانية أن من الواضح أن إيران استوعبت جيدا معنى تمزيق الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة البلدان الخمسة زائد واحد، وهذا ما دفعها إلى الاستعانة بسلطنة عمان مجددا لعلها تستطيع ترتيب اتفاق ما مع الكيان الصهيوني. يمتلك أركان النظام الإيراني ما يكفي من الدهاء لمعرفة أنه لم يعد هناك مجال للتلاعب على الإدارة الأمريكية من جهة، وأن أي صفقة جديدة معها لا يمكن إلا أن تمر باسترضاء إسرائيل من جهة أخرى. هذا ما يفسر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسقط ولقاءاته مع السلطان قابوس، ما لا يمكن تجاهله أن سلطنة عمان لعبت دورا أساسيا بين إدارة أوباما وإيران في مرحلة ما قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. لدى السلطنة التي كانت مرتبطة بعلاقات مميزة مع نظام الشاه سياسة ثابتة تقوم على التعاون مع إيران بغض النظر عن طبيعة النظام فيها. لو لم تكن زيارة نتنياهو لمسقط تمت بعلم إيران حتى لا نقول بتشجيع منها، لما كان محور الممانعة اعتمد سياسة صمت القبور. كل ما في الأمر
أن إيران التي راحت تستنجد بأوروبا تعرف إيران قبل غيرها حدود ما تستطيع القارة العجوز أن تفعله لها. أكثر من ذلك، إذا كان اتكالها على روسيا فإن روسيا تعاني من نوع المشكلات التي تعاني منها، مع فارق أن روسيا لا تعتمد في سياساتها الخارجية على الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية. الكاتب يتساءل، هل ستثبت إيران قدرتها على التكيف مع العقوبات الأمريكية فتقدم على نقلة نوعية مطلوبة تختزل القدرة على أن تكون إيران دولة طبيعية تهتم بأمور شعبها قبل أن تسعى إلى وضع لبنان تحت وصايتها والتمدد في سوريا والعراق وإقامة إمارة للحوثيين في اليمن؟ هذا هو التحدي الحقيقي أمام النظام الإيراني، فساعة الحقيقة حلت. فما الذي ستفعله طهران غير الاستنجاد بسلطنة عمان؟ تؤشر الوقائع السياسية والميدانية إلى حقيقة السيطرة الإقليمية والدولية على سوريا، حيث تقتسم التحالفات والدول أنحاء البلاد عبر القوة المباشرة أو بواسطة أدوات ووكلاء محليين وبالتعاون معهم، وحقيقة السيطرة الخارجية القائمة تفرض حقيقة أخرى ترافقها، ترسم صورا أخرى لمستقبل البلاد البعيد، وهي سياسة تمارسها كل القوى الخارجية. فايز سارة يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن هناك ثمة تمايزا روسيا إيرانيا في هذا المجال، حيث يؤسس الطرفان بخطوات عميقة وبخاصة النظام الإيراني لتكون لهم سيطرة تتجاوز المرحلة الحالية. يستند مسعى الطرفان إلى جملة من المعطيات الأبرز فيها ثلاث: أولاها علاقاتهما القديمة والمتشعبة مع نظام الأسد، وهي علاقات تمتد عشرات السنين تمت في خلالها إقامة روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع النظام ومع أوساط في المجتمع السوري وداخله. والثانية خضوع نظام الأسد لحضور القوتين الروسية والإيرانية واعتماده عليهما في البقاء وفي إعادة سيطرته على البلاد، ودورهما بإعادة تأهيله للاندماج في المجتمع الدولي رغم كل ما ارتكبه من جرائم في السنوات الماضية. الثالثة تكمن في وجود استراتيجية روسية وأخرى إيرانية ترى كل منهما ضرورة وجود مستقبلي مديد لهما في سوريا، إذ ترى روسيا في سوريا مكانا لها في المياه الدافئة وبوابة للتمدد في العالم العربي، وساحة للمساومة والتسويات في قضايا تتصارع فيها مع قوى دولية وإقليمية مثل قضية شبه جزيرة القرم. فيما ترى إيران سوريا جزءا من استراتيجية تمددها الإقليمي كما تعبر عنها فكرة الهلال الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد ودمشق، وأن سوريا واحدة من ساحات تساعدها في المساومة على مشروعها الأهم في امتلاك قدرة نووية. وبحسب الكاتب فإن خلاصة الأمر في جهود إيران للتأثير العميق في مستقبل سوريا إن خصوصيتها فيما تجده من دعم يقدمه نظام الأسد ودعم رسمي وديني إيراني تجعل من تلك الجهود خطرا مستقبليا على الدولة السورية ومستقبل السوريين برمتهم في نظامهم السياسي المقبل وفي تركيبتهم السياسية والثقافية. بعيدا كل البعد عن السياسة، أعلنت المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية حظر إقامة الصلوات الخمس في تاج محل بمدينة أغرا شمال الهند، لافتة إلى أن السلطات الهندية قطعت المياه عن الخزانات التي تغذي أماكن الوضوء. وأشارت صحيفة الرأي الكويتية إلى أن الإمام سيد صادق علي الذي جاء في المسجد لإقامة الصلاة فوجئ بقطع المياه عن أماكن الوضوء. ووفق الصحيفة قال رئيس لجنة تاج محل سيد إبراهيم حسين
إن المسلمين يقيمون الصلوات منذ سنوات طويلة في تاج محل، ولا يوجد سبب لمنعهم من ذلك. من جهته، قال مسؤول الآثار في المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية فاسانت سوران، قال إن الحظر يأتي تنفيذاً لقرار قضائي، وإن المسجد سيكون مفتوحاً فقط لصلوات الجمعة. يشار إلى أن المحكمة العليا الهندية أصدرت في شهر حزيران الماضي قراراً يسمح للمسلمين المقيمين في مدينة أغرا فقط بإقامة الصلوات الخمس وصلوات الجمعة في تاج محل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.